تحياتنا ومحبتنا وكل التقدير لإخواننا في البنك المركزي والجهود اللي احنا بنعرف بأنه من يوم الخميس كانت على أشدها بلا انقطاع. كان المفروض أن يكون هذا القرار مطبق اليوم، ولكن أنا حقيقة اليوم صباحا كنت أتحدث، يعني طوبة وتحية لإخواننا اللي عدلوا عن هذا الموضوع زيادة في التأكد والحرص بأنه لما بدنا نأخذ هذا القرار ونفتح يوم الاثنين نكون تلافينا عدة أمور ربما انتبهنا لها مبارح مثلا. فأهلا وسهلا بك مرة أخرى يا سيدي. شكرا شكرا سيدي. احنا أولا ندعو أن الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأردن ملكا وشعبا في هذه الظروف الصعبة. اللهم أمين. انت الله كما ذكرت سيدي، احنا الأولوية اليوم هي سلامة المواطن وصحته بهذا الظرف الصعب. عشان هيك يعني كان قرارنا مدروس مع الجهات المعنية جميعها حقيقة لنضمن أن تصل الخدمة ويوصل المواطن للبنوك بطريقة آمنة وبطريقة احترازية تبعد من طرق الاختلاط والابتعاد. احنا سيدي غدا إن شاء الله راح تفتح جميع فروع البنوك في المملكة، وهي تقريبا 1000 فرع على موزعة بالعاصمة عمان وبجميع المحافظات. كما ذكرت أنت الآن من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك سوف يكون يوميا. يعني البنوك من غدا إن شاء الله من 10 إلى 2 يوميا راح تقدم الخدمات الأساسية على النحو التالي. راح يكون في إيداع نقدي. كما تعلم اليوم في كثير تجار والبقالات الفتحة والمخابز عندها أصبح أرصدة نقدية بدها توديعها، راح تتمكن أنها توصل للفرع اللي قريب إلها. أيضا راح الشيكات للتجار راح تمشي إن شاء الله اعتبارا من بكرة. التجارة الخارجية كمان بتهمنا أنها تمشي عملياتها، لأنه في عندنا تجارة لازم تيجي على الأردن، مواد غذائية، مواد صحية، أي شيء التجار بدهم يسوي اعتمادات بوالص. والأهم أخي ياسر أنه الفتح الفروع اليوم هاي عشان المواطن اللي لسه ما استلم راتبه وما عنده ATM ماشين، صراف آلي، بطاقة صراف آلي، يقدر يسحب راتبه إن شاء الله اعتبارا من غدا أو أي يوم يقرر هو حاب يروح على البنك. وأيضا في كثير يعني خطوة مهمة بنتظروا فيها كل طلابنا اللي بالخارج، إنه التحويلات العائلية أيضا بكرة حتكون مسموحة اعتبارا من غد وبشكل مستمر. طبعا سيدي احنا طلبنا أيضا من البنوك تقدم هاي الخدمات بالحد الأدنى من الموظفين، لأنه احنا بدنا أيضا نحرص على سلامة الموظفين والعلماء والعملاء تبعونا. وبأكد لك إنه الخدمات الإلكترونية أنت كما ذكرت يعني اليوم أثبتت كيف إنها مهمة، وجميع بنوكنا العاملة في الأردن حقيقة 24 بنك بيوفروا كل الخدمات الإلكترونية اللي هي بسموها أونلاين أو من خلال الأب تبع البنك الأبليكيشن تبع البنك. نعم. طيب سيدي بأكد لك أنه الصرافات الآلية جميعها متاحة في المملكة، والحمد لله يعمل على تزويدها، حريصين أنها تكون دائما مليئة، والمواطن اللي بيقدر يوصل لأي ATM قريب عليه. وكمان في خطوة كثير مهمة أخي ياسر سويناها، أنه إذا تتذكر كان عندما تسحب من ATM مش تابع على بنكك كان يأخذوا منك عمولة. يا سلام، عمولة دينار. نعم، هاي تم إلغائها. يعني الآن أنت أي صراف تسحب منه، هاي شطبنا صراف. هاي شطبنا اللي كنا بدنا نحكي فيه هذا يا سيدي، خربت علينا السؤال يا عادل بيك. بارك الله بيك. حتى ما يقولوا الناس انه بعد ما سئلوا اخوانا في البنك المركزي تم الاجابه بهذا، هاي شطبنا السؤال اللي كنا حاطينه انه كانت انت ما قلت لي. لا والله ما قلت لك، بقول لك هيني شطبت السؤال. ها هي قدامي. اوكي سيدي، بشرنا كمان. وكمان سيدي بدنا ناكد على معلومه انه احنا الوصول للبنوك راح يكون سيرا على الاقدام، لانه هذا اتفاق مع الحكومه وانسجاما مع قرار حضره الجوال. بس في مناطق سيدي بعيده جدا، يعني احنا بنعرف بانه الفروع تتركز بالاماكن اللي بيكونوا اخواننا في البنوك دارسين تماما، وخصوصا انه مش مع بدء كورونا، قبل بدء كورونا من النصف الثاني للسنة الماضية كانت في خطة واضحة للبنوك بتقليص، والوضع الاقتصادي العالمي بتقليص عدد الفروع، بالتالي كان في فرع معين في الصويلع الآن صار بجبيها. كيف أستطيع أن أطلب أنا من ناس هم يديرون بنوك رأوا بأن المصلحة بهذا الموقع في جبيها يخدم المنطقة كلها
والآن صارت منطقة بعيدة، ابن الكمالية كيف بده يصل لبنك يا سيدي؟ يعني أقرب منطقتين عنده إما جبيهة وإما السرو. هذه مشكلة. هذا سؤال يعني كثير مهم للمواطن وأنا بأيدك. إحنا الألف فرع اللي راح يفتحوا راح يكونوا مغطين منطقة عمان الغربية والشرقية ووسط عمان وجنوب عمان، ولكن أيضا في يعني تباعا لسؤالك في اليوم قرى ما فيها يعني أقرب فرع مثلا على قرية جديدة في الكرك، على الكرك بعيدة 25 كيلو مثلا. احنا راح ان شاء الله في تقريبا عندنا 4 إلى 5 بنوك عندهم سيارات ATM متنقلة. نعم راح نوزعها بآلية معينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لأنها تدخل في مناطق توفر خدمة الصراف الآلي ان شاء الله. والله يا سيدي انه يعني شيء نير ومبارك، بس اللي بدنا اياه يصير كالتالي، ان نتجاوز موضوع تحرك هذه المركبات قبل ان تكون الناس مقطره. يعني بدنا نعلن قبل بيوم مثلا. نعم. عن اماكن تواجدها بالساعه وتحرك الباص من هذه المنطقه، لانه بالنهايه واحد دوبه صحي وقوم يراكض ورا الباص لما يطلع من حدود قريته في اربد وهي مغلقه وصارت مفصوله، بدي صور اقول لك ما لحقناش الباصات، كانه الباص بدنا نخليه 24 ساعة. الأولوية حقيقة للمناطق اللي هي بعيدة عن الفروع، وأهم شيء أخ ياسر بحب أكد من خلال مداخلتي اليوم، هي أصدرنا تعليمات واضحة للبنوك إنها التعليمات هاي تكون تحفظ سلامة العملاء تبعونهم وسلامة الموظفين. يعني عشان المواطن ما يستغرب، اليوم جميع الموظفين البنوك أجبرناهم إنهم يرتدوا طبعاً الموظف عند العمل رح يستقبلوا فقط العملاء اللي بيرتدوا كمامات. كمان طلبنا منهم ضرورة المحافظة على مسافة لا تقل على مترين. نعم. ويكون بين عميل وعميل، ويوضعوا إشارات على الأرضيات الفرع تحدد المسافة بين العملاء. حلو جميل. نضمن التباعد وعدم الاختلاط. سمحنا للعملاء بالدخول بحد أقصى يعني من 5 إلى 10 حسب مساحة الفرع، يعني إذا فرع صغير بدخل فيه 5 فقط، بنهوا معاملتهم بيطلعوا وبدخل 5 آخرين. ويعني اقترحنا على البنوك وإنهم يرسلوا رسالة نصية للعملاء بهذا المضمون، إنه العميل ما يتفادى إنه ما راح يدخلوه إلا بكمامة. سيدي يعني خطة أنا بتصوري بأنها محكمة، وإن شاء الله إنه ممكن ما يكون فاتنا شيء، ولكن عطفا على ما تفضلت في عطوفتك بأنه يوميا باستثناء ايام العطل الرسميه اللي هي جمعه وسبت. طبعا بدون الجمعه والسبت راح يكون استراحه، ولكن يوميا ان شاء الله اعتبارا من غدا، فالمواطن يعني يرتاح اذا ما تمكن بكره معاه بعد بكره. طيب اكسب من حضرتك ما دامك معانا نقتنص هذا السؤال فيما يتعلق بتاجيل الاقساط المستوفى، البنك المركزي يراقب على هذا الامر وتنفيذه؟ هل في خروج عن القاعده من بعض البنوك بيجي بيقول لك والله البنك المركزي وأمر الدفاع ما مانش على البنك الفلاني، هذا الكلام موجود صحيح؟ أنا راح أجاوبك على سؤالك، بس يا ريت نكمل جزئية الصرافين عشان ما ننساها. راح نكمل بس منشان ننتهي من البنوك سيدي، منشان ننتهي من البنوك. البنوك سيدي، إحنا أصدرنا قبل الأزمة حتى إذا بتتذكر، يعني أسبوعين من الآن كان نعم. القرار نعم. إنه سمحنا للبنوك بأنهم يأجلوا القسط لأي مواطن أو لأي شركة تأثر دخله بأزمة كورونا. أوكي. في معنى إنه المواطن الآن يعني في بنوك العلم تقريبا معظمها أجلت تلقائي شهر 3، في بنوك يعني لشهر 4 كمان. ولكن البنك اللي ما أجل، إحنا يعني هذا يعني مش إشي إلزامي على البنوك، ولكن تم بالتوافق مع البنوك، لأنه اليوم البنوك مصلحتها العميل إنه يستمر بخدمة دينه. اليوم العميل يعني مثلا ياسر كان ملتزم وبيجي راتب 1000 دينار، اليوم توقف عن العمل او دخله صار 500 دينار. نعم. البنوك متفهمه انه هذا ما راح يقدر يدفع القسط اللي كان يدفعه شهري 400 دينار. فاذا المواطن ما تاجل له قسطه مباشره، بس يتصل مع البنك يقول لهم يا جماعه انا الشهر هذا ما قبض الراتب، اتمنى عليكم انه، وهم وعدونا بانهم يتعاونوا مع كل اللي راح يتصل معهم ويأجل القسط. احنا سمحنا لهم يأجلوا قسطين من هون حتى 2020 يعود للبنك والمواطن. يعني في مواطن بيقول لك انا ما بتأجل، يعني مواطن مثلا بيشتغل في الضمان الاجتماعي راتبه زي ما هو ما تأثر، بيقول لك لا خذ مني ال 200 دينار انا ما عندي مشكله. ولكن في مواطن اخر تأثر، في بنوك تلقائي أجلت
ولكن اللي ما تأجل أتوقع هم بنكين ثلاثة، لأنه النظام الكمبيوتر تبعهم ما سمح لهم، ولكن وعدونا بأنه أي مواطن بتصل فيهم راح يتعاونوا معه. وبذكر أنه في عنا إحنا دائرة بالبنك المركزي اسمها حماية المستهلك المالي، نتلقى شكاوي حتى بفترة التعطل، يعطينا الشكوى تبعته وإحنا منتابع له إياها على صدر ورح. لا بتقصروا يا سيدي. نعود إلى قطاع مهم اللي هو قطاع الصرافين. الصرافين سيدي بكرة إن شاء الله أيضا ستقوم شركات الصرافة من تقديم خدمات التحويل، وبين قوسين إحنا بنحط استقبال وإرسال الحوالات، يعني المواطن اللي اليوم أهله بعثين له من السعودية مصروف أو بده يبعث مصروف لابنه بالخارج راح تكون فاتحة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا. وأيضا جميع الفروع تبعت الصرافين اللي مرخصة، الصرافين اللي احنا مرخصينهم من البنك المركزي بكل المحافظات وبعمان بكرة راح يكونوا فاتحين. وفي إشي جديد احنا سويناه استثنائي لأنه هذا الظرف استثنائي، سوف يسمح لهم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي من خلال كل صراف، يعني في صرافات الصرافين الكبار خصصوا سيارات توصل للمواطن وتوصله حوالته او تاخذ منه الحواله اللي بده يرسلها لابنه او للخدامة والى اخره. سيدي كعادتك دائما دكتور عادل شركس، لما يعني تكون ضيفنا للاجابه على استفسارات معينه دائما اجاباتك واثقه متمكنه، دليل لأنه حضرتك مطلع تماما ومدرك تماما للحالة الواقعة ومتوقع لما سيحدث، فبالتالي دائما حتى تطلق وبتخلينا يعني نشطب الأسئلة اللي احنا حاطينها، وهذه مش أول مرة. بدي أشكرك جزيل الشكر ومن خلالك احنا بخدمة المواطنين جميعا، ومرة ثانية بستغل مداخلتي انه الله يحمي الأردن، اللهم آمين، وإن شاء الله راح نعدي الأزمة بكل قوة إن شاء الله. ومن خلالك لمعالي رئيس البنك المركزي، عفوا محافظ البنك المركزي، وحضرتك نواب إدارات وموظفين، كل تحية واحترام، الله يعطيكم ألف عافية على الجهود المبذولة. وأختم بأنه هل في هنالك خط ساخن إذا ما حدث ما لم يكن بالحسبان ممكن أنه إحنا نتواصل مع البنك المركزي؟ أنا بحكي كمواطن طبعاً، وبالتالي يجري التعديل فورا. رقمنا الخط الساخن هو 064-630-301 أيضاً البنوك كل الكول سنتر تبعها شغال على مدار الساعة، يعني أي مواطن 4-630-301 هذا الآن نعرضه على الصورة في بانر عبر شاشتنا. مرة ثانية يا أخي 06-4-630-301 هو 630-301 630-301. نعم بارك الله بيك دكتور عادل، يسعدك حبيبنا ويسعد مساك، وشكرا على هذا الجهد، وإن شاء الله يا ربي إنها تكون العملية بالتمام على خير، ولكن نتوقع حتى يوم الغد يكون في هنالك آلية معينة، حتى لو كانت شركة معتمدة بالنقل على سبيل المثال ممن تعطلوا ينقلوا بين موقع وموقع، احنا اخذنا مثال الكمالية على سبيل المثال، يكون في نقل بحد الادنى لا يتعارض مع الكود الصحي، اذا كان مواطن بده يوصل لفرع من البنوك، عدا عن ذلك العملية تتعثر وتصطدم عند البعض على صخر يعني ما قدرنا نتجاوزه. فارجو ان تكون بعين الاعتبار ونسمع عنها غدا. شكرا لك يا سيدي، يعطيكم الف عافية.